فهذا هو المطلوب الحقيقي. يعني إذا نقول عزيز الرسام يرتبط اسمك بعدد من التصريحات النارية والصريحة جدا واللي بالصميم مثل ما نقول، يعني ما تخلي شيء بقلبك من عندك خلاف ويا أحد، تصرح بالخلاف وتستمر ومعاركك طويلة. يعني إذا نحكي على خلافك الشهير جدا ويا كاظم الساهر، من كم سنة لحد ما انحل؟ هو يعني تقريبا 20 سنة صار. شنو 20 سنة؟ كان محطة برود، يعني اسمها برود، شلون يقول لك المعارك الباردة والمعارك الثقيلة. بس أكو تراشق صار واتهامات. مو تراشق والله ولا اتهامات، لكن تذكير، رسالة تذكيرية. زين اليوم للتاريخ شلون بدأ هذا الخلاف؟ احنا لا بدأ الخلاف، كل العالم تعرفه هذا الخلاف. الخلاف بدأ بداياته يعني قديمة، من زمن عبرت الشاط، من زمن التلتغى الحياة بيدة صارت خلافات. بسبب شنو؟ أسباب كثيرة والله، كثيرة أسباب. اليوم ما حد يعرف شنو سبب الخلاف الرئيسي بينكم. هاي أنا بالنسبة لي يعني طيت عهد على نفسي أن أنسى الماضي خلاص. يعني أريد أغلق لهذا الماضي، ما دام يعني صالحنا وصفينا القلوب وراح نفتح صفحة جديدة خلاص. إذن الماضي ننسى ورا ظهرنا. شو صار الصراحة؟ أحسن والله صار عن طريق الصدفة، وأكو ناس طيبين هم زينين، وبعدين الأهم من هذا صار مباشر. بيني وبين الفنان كاظم الساهر صار مباشر من خلال التليفون. لما جاني تليفون منه أنا قلبي برد. إيش قال لك؟ كلمة حلوة. أول ما شال تليفون ضحك. شنو قال لك بالتليفون؟ فهو يعني قلت لك الخلافات إحنا نريد ننسيها. وطبعا أول ما صارت المبادرة من عند الرجل اتصل بي وضحك، ويعني أنا هم ضحكت، وحسينا رأسا إحنا يعني كأنما ماكو شيء بيناتنا، شكو ماضي عندنا، شكو قضايا، كلها راحت خلال ثواني. وبعدين حكينا شوية نسد التليفون. ثاني يوم اتصل بي، يعني الرجل قال لي أنا ارتاحيت هسه، أني مرتاح. هو اللي بادر. اي فقلت له أنا بعد أكثر مرتاح، لأن يكفي علي أنت شلت التليفون وكلمتني، فحسيت كل السنين اللي راحت انتهت. أنا هسه اليوم جديد. أكو أعمال مستقبلية اتفقت عليها إن شاء الله. أنت حضرتك كتبت له لا يا صديقي. نعم. وعبرت الشط. نعم. صحيح. وبعد شنو؟ كثير من الأغاني يعني رواق بعضك حلو. يا رايح لبنان، شلون أودعك يا العزيز، جابرك على المور، درب الألم، يعني كثير، يعني شو أحسب لك؟ تبكي ما تبكي أبد، بعد ما تحرك إحساسي. إذا سألتك أهم نقطة خلت كاظم الساهر يتميز ويحقق هاي النجومية، برأيك أهم نقطة شنو؟ أهم مميز عنده؟ المميز كاظم يعني بصراحة ملحن جيد جدا، جيد وخطر. يعني كاظم كان بالبداية عايش بالموصل، فأسلوب الموصل يختلف عن أسلوب الأرياف مالتنا، مال الناصرية والعمارة والشبايش، هاي المناطق. فكان يعني يغني بأسلوب أهل الموصل وأهل المدنية، يعني أقول مدنيين. فكان أسلوب راقي، أسلوب هيجي بسيط. لما أجينا ودخلنا بالمناطق الجنوبية وبها الحسكة اللي نقول الحسكة العراقيين، فدخلت في مخيلته نفس أسلوبهم. فبدأ أول ما بدأ بالتلتغى الحية بيده يخاف من جرة الحبل، غناها بروحيتهم هم. فلهذا سبب استقبلوها من عنده بسرعة. طلع شيء مميز. نعم. حضرتك بالحديث عن الموصل، حضرتك من مواليد وين؟ أنا من مواليد الناصرية. الناصرية.